الدكتور باسل منصور أستاذ القانون الدولي بجامعة النجاح من نابلس ينضم إلينا في هذه التغطية. دكتور، كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. لو بدأنا الحديث اليوم عن حديث سوليفان، جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، الذي تحدث أن الرئيس الأمريكي لن يدعم عملية في رفح الفلسطينية، كيف تقرأ هذا الحديث الذي يمسك العصا من النصف من المنتصف مع إسرائيل؟ بداية يسعد صباحكم جميعا وكل عام وانتم بخير، ولكن للأسف الشديد رمضان العام الحالي ليس هو كالعام الماضي. يوجد جرائم ضد الإنسانية، إبادات جماعية، بخصوص تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية، تصريحات أنا من وجهة نظر المتواضع أنها تصريحات في الهواء. الولايات المتحدة الأمريكية لم تمسك العصا من النصف، للأسف الشديد هي شريكة في الجريمة من خلال دعم إسرائيل 159 يوم متتالية، جرائم ضد المدنيين، ضد الأطفال بالأخص، ضد العزل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. فالولايات المتحدة الأمريكية أنا من وجهة نظري لا، موقفها سيكون داعم مستقبليا أيضا لإسرائيل. هي عبارة عن تصريحات فقط لعملية مداعبة المجتمع الدولي أو تضليل المجتمع الدولي. وهذا ما قصدته دكتور في سؤالي، يعني أنها مسكت أو أمسكت بالعصا من المنتصف كما يقول بعض المراقبين مع إسرائيل، يعني ليس مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لكن مع إسرائيل هي لا توقف الدعم العسكري وهي لا تدعم عملية عسكرية. فالتصريح كما يرى بعض المراقبين وحضرتك أيضا متماهي مع الموقف الإسرائيلي، لكن التساؤل هنا في ظل هذا الحديث عن عملية عسكرية مرتقبة على رفح الفلسطينية، مع الأخذ بنظر الاعتبار عدد النازحين والمهجرين هناك من الفلسطينيين من أهالي غزة، ومع الرفض الدولي، اليوم نتنياهو يقول بأنه لن يتراجع عن هذه العملية، كيف تقرأ هذا الموقف وتداعياته؟ نتنياهو لن يتراجع عن هذا الموقف، لأن نتنياهو إذا وقف وتراجع عن هذا الموقف مستقبله السياسي قد انتهى. فنتنياهو للأسف، يعني للأسف نتيجة بقائه في الحكم إسرائيل وكرئيس وزراء موقف واضح وصريح من جهة المحفل الدولي بالأخص هيئة الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن، أساس الإسرائيليين في إسرائيل سيستمرون قدما في عملية اجتياح رفح وباقي وما تبقى من قطاع غزة. وإسرائيل هي في نيتها ونيتها المسبقة أن هناك ستقوم بجرائم مستقبلية لإجبار الفلسطينيين على إخلاء قطاع غزة من سكانها وتصبح مسرح للكيان الصهيوني. وربما هذا التساؤل دكتور الذي يمكن أن يطرح، وبصفتك كأستاذ للقانون الدولي والحديث اليوم عن محاولات التهجير التي باتت يعني أقرب من ذي قبل، خصوصا أن بعض المراقبين يرون أن موضوع بناء جسر بحري لنقل المساعدات ما هو إلا وسيلة جديدة لإقناع الفلسطينيين بمغادرة أرضهم عن طريق البحر إلى دول أوروبية. بالتالي كيف ينظر القانون الدولي لهذه المحاولات إن صحت؟ طبعا القانون الدولي كما كان موضوع أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تمارس سياسة التهجير القسري، إضافة لذلك تمارس سياسة الإبادة الجماعية، إضافة لذلك تمارس سياسة الحصار على أهلنا في قطاع غزة. للأسف الشديد والمؤسف أن جميع ما جاء
في تقرير محكمة العدل الدولية والإعاز إلى ما تسمى دولة الاحتلال، الامتناع عن استخدام القوة، الامتناع عن الحصار، السماح بوصول مساعدات، الامتناع عن التحريض. للأسف الشديد كل ما تفعله الكيان الإسرائيلي هو مضاد لما قالته محكمة العدل الدولية. آخر تصريح بالنسبة لإتمار بن غفير بالنسبة للجريمة اللي قامت في دوار الرشيدية بقتل الأشخاص الذين ينتظرون المساعدات، صرح أن جنود الإسرائيليين قاموا أشد بهم وقال أنهم أبطال. فإسرائيل هي تنتهك مبادئ القانون الدولي، تنتهك الشرعية الدولية، تنتهك من خلال استعمال الحق الفيتو الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بالقيام بالجريمة، جريمة الإبادة. الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل معروف بأنها ترتكب جرائم مباشر في الجرائم. آخر عمل قامت فيه الولايات المتحدة الأمريكية وهي استعمال حق الفيتو من خلال المشروع الذي قدمته الجزائر هي شريكة في الجريمة. فالاستمرار 159 يوم، أكثر من 30,000 شهيد، أكثر من 70 ألف دكتور باسل، جريح، غزة 75% مدمرة، نعم، لم يحدث في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية كذلك. أين ضمير المجتمع الدولي؟ لا طيب يوجد هناك ضمير. دكتور أكثر دكتور إذا 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 لم يكن هنالك ضمير للمجتمع الدولي، في تساؤل أخير على الرغم من رداءة يعني الاتصال ربما بسبب ضعف شبكات الإنترنت وما إلى ذلك، لكن في تساؤل أخير يعني دكتور، في ظل هذا الرفض الدولي كما تتحدث و عفوا في ظل عدم قبول إسرائيل بما 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 تصدره المحكمة الدولية، ونحن نتحدث اليوم عن المحكمة العدل الدولية في هذه الساعة، الآن هنالك منظمات حقوقية تتهم إسرائيل بعدم الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية. بلجيكا ستنضم لتقديم أو للانضمام إلى صف الذين يتهمون إسرائيل بموضوع الإبادة الجماعية. تأثير ذلك على هذه المحكمة التي لم يصدر منها شيء حول عدم التزام إسرائيل حتى الساعة بما قررته تلك المحكمة. أنا من وجهة نظري يقع على عاتق قضاة محكمة العدل الدولية الإسراع في إصدار قرار دولي حاسم أن إسرائيل ترتكب إبادات جماعية في قطاع غزة. هذا أتأمل له بالنسبة لي كدكتور في القانون الدولي، أتأمل من هذا القضاء بما أنهم أعلى أو رأس الهرم في القضاء الدولي أن يصدروا قرار ولا يوجد هناك أي شك أن إسرائيل ترتكب إبادات، وهناك جميع الأدلة من خلال هيومن رايتس، من خلال منظمات دولية، من خلال مؤسسات حقوقية أن إسرائيل ترتكب جرائم، فيقع على عاتق محكمة العدل الدولية كمان مجلس الأمن أن يكون هناك موقف واضح وصريح. وإذا كان فش بالإمكانية من جهة مجلس الأمن، يقع على عاتق الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة تفعيل الاتحاد من أجل السلم، لأن الوضع الذي يحدث في قطاع غزة لا يحتمل بأي حال من الأحوال. ليس القطاع فقط لوحده، ولكن نضيف أيضا ليست مستثناة من هذه أيضا من هذه العمليات إبادات، نعم، من حيث الإبادة الجماعية ومن حيث عمليات الاعتقال والإساءات التي طبعاً. حتى الولايات المتحدة لم تستطع أن تدافع عنهم المستوطنين المتطرفون. على كل حال أعتذر منك فقط لضيق الوقت، وأيضا لأن الصوت لم يكن جيدا في الكثير من فواصل هذا اللقاء. دكتور باسل منصور، أستاذ القانون الدولي بجامعة النجاح من نابلس، وافر الشكر لك.